self confidence او الثقة بالنفس. ازاي اقدر اعزز ثقتي بنفسي او احسن من الثقة بتاعتي او اكون واثق من نفسي اكتر؟ كلنا سمعنا واحنا صغيرين خليك عندك ثقة بالنفس، خليك واثق في نفسك، خليك واثق من افعالك، خليك متأكد من انك تعمل حاجة كويسة. كلنا سمعنا الكلام ده، ولكن في الحقيقة محدش قال لنا نعمله ازاي. ففاكرين طول عمرنا ان احنا بنعمله بالفطرة، او ان انا اقول لنفسي خليك واثق في نفسك، خليني واثق في نفسي، اوكي انا موافق، بس اجيب الثقة دي منين؟ الاول لازم تعرف يعني ايه ثقة بالنفس، او يعني ايه self confidence. self confidence is a kind of trust، يعني ثقة بتكون في امكانياتي، في افكاري، في طريقتي، في قدراتي ان انا ممكن اعمل شيء، في نفسي وفي احكامي على الناس وعلى الحاجات وعلى الاشياء. يعني كل ما انا اكون قادر اشوف نفسي بشكل افضل، كل ما هيكون عندي ثقة وتراست في ان انا اكون افضل. يعني ايه؟ يعني ما اكون واثق ان عندي امكانيات، واثق ان عندي قدرات، واثق ان عندي طريقة تفكير كويسة، واثق ان انا اقدر احكم على الاشياء بشكل صحيح. كل ما دي هتكون جزء من مدعمات الثقة بالنفس او السلف كونفيدنس. طب ازاي اقدر اعمل ده؟ ازاي يكون عندي الثقة او التراست ده، او السلف ديفينيشن او الرؤية للذات بشكل افضل وبشكل اوضح اللي بيدعم الثقة بالنفس؟ في حاجات كتير، في تكنيكس كتير نقدر نعملها سوا، وسبيشلي لو كان 1-to-1 او يعني شخص للتاني، او في بعض الترينينجز اللي بتكون فعلا فيها افادة وفيها دايركت امباكت، رد فعل مباشر على الانسان بثقته بنفسه. بس نقدر نقول بعض الحاجات دلوقتي بشكل بسيط، زي مثلا انك تبطل تقارن نفسك بالاخرين. حاجة من الحاجات اللي بتعطلنا ان احنا دايما بنقارن نفسنا بغيرنا، مين وصل لايه، مين عمل ايه، مين نجح في حاجة احنا ما نجحناش فيها. من المهم ان نكون عارفين، بالذات لما يكون حد نجح في حاجة احنا عايزين نعملها او عايزين نوصل لها، نعرف هو نجح فيها ازاي، ايه اللي عمله زيادة عن اللي احنا بنعمله علشان ننجح احنا كمان. لكن ان احنا نقارن نفسنا ونقول اشمعنى هو وانا ليه مش هو، وانا ليه ما وصلتش اللي هو وصله، ده بيخلينا نلوم نفسنا اكتر ونعاتب نفسنا اكتر. وكل ما دخلنا في السلف توك السلبي او بيسموها اللوم والعتاب والدوامة دي، كل ما ده هيحبط من عزيمتي، هيخليني ما كنش قادر استغل كل القدرات والامكانيات اللي عندي، وما خلنيش اقدر افكر انا اقدر اساعد نفسي للاحسن ازاي. حاجة تانية مهمة جدا برضو الوضع الجسدي. يعني دايما يقولك العقل السليم في الجسم السليم، ده تماما، ولكن الجسم كمان بيأثر على طريقة تفكيرنا. يعني ايه؟ يعني من اول طريقة القعدة وطريقة نوع الاكتيفيتيز او الرياضة او الممارسات اليومية اللي بعملها، ده بيأثر على طريقة تفكيري وازاي انا حاسس بثقة بالنفس ولا لا. يعني زي ما البادي لانجوج ولغة الجسم بتكشف اللي في العقل، لا كمان العقل بيتأثر بالشكل الخارجي وبالطريقة اللي بتعامل بيها مع جسمي. هل ده معناه ان انا خلاص وانس ان انا اغير شكلي او اعمل عمليات او احسن مظاهري الخارجي هو ده اللي هيخليني عندي ثقة بنفس؟ لا، ده ممكن يكون مدعم، ولكن عمره ما يجيب ثقة بالنفس لوحدها، لان الموضوع مش من بره لجوه، ولكن من جوه لبره. يعني لكن اللي احنا بنتكلم عليه هو تفاعل مع الجسم نفسه، طريقة وضع الجسم، الفسيولوجي او الحركة اللي بيعملها الجسم، الاكتيفيتيز اللي بنقوم بيها. في اكتيفيتيز ممكن تكون فعلا بتحسن من المود، تدي ثقة بالنفس، تدي ردود فعل ايجابية
سبيشالي على النفسية. حاجة كمان ممكن نتكلم فيها اللي هو أنا شايف نفسي إزاي، صورتي عن نفسي بتقول إيه أو بتوضح إيه، متخيل نفسي بالصورة المثالية وأنا عامل إزاي، إيه اللي ممكن يكون ناقصني أو بحاول أوصله علشان أكون في أحسن حالاتي. لازم لما بجي أقارن نفسي ما مقارنهاش بحد تاني، أقارن نفسي باللي أنا عايز أوصله بيني وبين نفسي، فقارن نفسي بيني وبين نفسي في المستقبل وبيني وبين نفسي في الماضي، ولكن ما انساش ان انا في الحاضر هنا عايشة بامكانيات اللي موجودة دلوقتي اللي ما كانتش موجودة زمان وممكن ما تكونش موجودة في المستقبل. فاحكم على نفسي الحكم مش هنقول مطلق، ولكن حكم بمعيار الوقت، بمعيار الامكانيات، بمعيار المتاح. وكل ما كان عندي ثقة بنفسي، كل ما هكون ذهنيا احسن، كل ما هكون جسديا احسن، هيكون عندي القدرة ان انا اكون صحيا افضل حتى لو كنت بعاني من بعض الامراض، وكمان هكون قادر ان انا ابذل مجهود اكتر في حاجات مختلفة، فيكون عندي مثابرة للتجربة والخطأ، وان انا اجرب حاجات جديدة، وان انا اعافر واحاول اوصل اللي انا عايزه، لاني مدرك ان انا عندي امكانيات وعندي قدرات اقدر احاول استغلها على قد ما اقدر ممكن واوصل اللي انا عايزه. الثقة بالنفس حالة مش مجرد كلمة، وزي ما قلنا ان ممكن ما يكونش حد قال لنا ازاي نعزز ثقتنا بنفسنا، بس دلوقتي بنطمن كل حد ان في حاجات ممكن تقدر تساعد في ده، واولها انك تفكر في امكانياتك وفي الحاجات الايجابية اللي عندك مهما كانت التحديات ومهما كانت السلبيات اللي حواليك. الثقة قرار، وزي ما السعادة قرار، وكل حاجة في حياتنا ممكن يكون فيها حاجة حلوة نقدر نشوفها بعينينا لما نفكر فيها ونتأكد انها موجودة.